تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. النادي الاهلي بيتخذ اول خطواته تجاه المدعو احمد جمالات بعد التسريب اللي حصل منه مع رئيسه مرتضى منصور، وهو بيتوسل لمرتضى بيقول له الحقني، هيحبسوني، هيبهدلوني. كابتن الخطيب اتخذ اول اجراء ضد احمد جمالات بعد التسريب الفاضح وقليل الادب اللي حصل من احمد جمالات، واتهم كابتن الخطيب ان هو قاعد وشه مسود وقاعد مش عارف ايه، وشتم الكابتن العمري والاستاذ مش عارف كابتن شوبير وكابتن سيد عبد الحفيظ، وابتدى يقل ادبه على النادي الاهلي، واتهم فريق مرتجي ابن فريق مرتجي ان هو بيرشي مهدي عبيد ومش عارف ايه، وقله الادب والسفاله اللي حصلت من احمد جمالات اللي بينت القذاره وعدم الاحترام للنادي الاهلي من خلال الفيديو اللي انتوا حضراتكم شفتوه، وكمان الفيديو اللي احنا نشرناه على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب، وكمان على صفحتنا قناه صفحه الاهلي 1907 على الفيسبوك. طبعا النادي الاهلي اتخذ اول اجراء ضد احمد جمالات، وكان هذا رد القائم بالعمل على انه يعني يحجم قله الادب المتواجده في الساحه الرياضيه ضد النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو بتاعنا اللي يعني بيبين اول خطوات النادي الاهلي تجاه هذا مش هقول اعلامي، لان هو فعلا ما يستحقش ان هو يوصف ان هو لقب اعلام، لان هو دخيل على الاعلام، لان الاعلام المفروض تبقى مهنه ساميه ومهنه محترمه، الانسان يكون قاعده شعبيه، لان الاعلامي بيبقى بيوجه الراي العام شمال او يمين، لكن ده بيضع الراي العام في مستنقع قله ادب ومستنقع رذيله. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. الحقيقه في بالايام الاخيره في تسريبات الحقيقه انا ما حبيتش اتكلم عنها ولا ليه اتكلم عنها، لانها الحقيقه شيء خارج المنطق وخارج العقل وخارج اي شيء، وليس يعني الحقيقه هذا ليس مكانها البرامج ولكن مكانها حته تانية الحقيقه يعني ما يعني وحضراتكم يعني انت مش عارف تطلع تقول ايه، انت كمذيع او مش عارف تطلع تقول ايه، انت سامع الفاظ سامع وتسريبات الحقيقه، ويا ريت بقى تسريبات ما اعرفش كيف تتم تلك التسريبات، كله تصحى الصبح تلاقي جاي لك على 100 حاجه وتلاقي السوشيال ميديا كلها والناس بتتكلم فيها كلها، انما انا بتكلم على حاجه تانية الحقيقه، كيف يكون نوقف هذه المساله؟ الحقيقه كان في اخيرا تسجيل وفي احد الزملاء المذيعين الحقيقه يعني قدم كثيرا من القذف مش عارف مدى صحته في الاستاذ نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العامر فاروق، وبالتالي قدم بلاغ ضده. انا معايا المستشار محمد عثمان المحترم المستشار القانوني للنادي الاهلي. سياده المستشار اهلا وسهلا بيك يا فندم. استاذ سيد مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. الحقيقه انا في هذا البرنامج وحياتي لم اتعود الحقيقه على ان انا في بعض الاشياء خارج حدود المناقشه اللي الواحد يناقشها، لان المجتمع الحقيقه يعني مش احنا مش ناقصين، والحقيقه ما يحدث الان حاجه خارج المنطق انا يعني، ولكن ما حدث حدث. كلمنا سياده الوزير قال انه حضرتك طلب من حضرتك انك ترفع قضايا، وان في قضايا كثيره جدا مرفوعه ربما على الزميل المذيع، وانا بعتذر يعني بعتذر بكل الناس، انما الشغل شغل والمهنه مهنه، وارجو الا يعتبر الزميل استاذ احمد جمال ان هذا شيء ضده، انا بتكلم عن مهنه يعني. اتفضل يا استاذ محمد. طبعا يا استاذ سيد زي ما حضرتك وصفت وقلت ان اللي حصل ده شيء خارج، لا هو الوصف ده يعني وصف مؤدب جدا ولطيف جدا، انما للاسف الشديد التسريب اللي تم اذاعته امبارح بالالفاظ اللي فيه بالاسلوب اللي تم بيه تناول بعض الاشخاص منهم الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا الاساءه مش للوزير العامري فاروق، بالعكس الاساءه نالت والدته سيده فاضله دون ان يكون لها ذنب في اي شيء، الا ان ابنها راجل محترم ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا للاسف الحديث منحط جدا، يعني حضرتك وصفت القائم به انه زميل، طبعا حضرتك كل الاعلاميين على راسنا، لكن هناك من ينتسبون زورا لهذه المهنه
العظيمه ويلقبون نفسهم باعلاميين، انما هذه السلوكيات لا تصدر الا عن مجرمين. هؤلاء المجرمين بناء على طلب السيد العمري فاروق سيتم تعاقب مرتكبي هذه الواقعه وتقديم بلاغ للنائب العام والجهات المختصه، خصوصا لمرتكبي هذه الجريمه، لان هو ده الطريق الوحيد اللي احنا نعرفه، لا نسلك الا الطريق الذي رسمه القانون. اي اضافه ثانيه محمد بيه؟ بشكرك وبشكر مشاهدينك الكرام وتحياتي لحضرتك. شاكر فضلك كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. مستشار محمد عثمان، مستشار النادي القانوني للنادي الاهلي. المستشار القانوني للنادي الاهلي محمد عثمان خرج مع سيد علي في قناه الحدث اللي بيشتغل فيها او كان بيشتغل فيها احمد جمالات، وكان بياخد الباور من مرتضى منصور يطلع يقل ادبه ويقول لك في تفاصيل والحكام بتعمل والحكام مش عارف، وهل زي ما قال مصطفى يونس ان النادي الاهلي اكبر مفسده في مصر، ويطلع يتكلم بالاسلوب الوقح والحقير ده، والنادي الاهلي كان سايبه وكان بيقول ده من حقه انه ينتقد ومن حق انه هو يعلق او يقول ده قال وده عاد، وكان كله في اطار التصريحات اللي اتقالت من ابناء النادي الاهلي على النادي الاهلي او من بعض الحكام اللي هو شايف انها جمله النادي الاهلي، على الرغم ان كانت فضايح نادي الزمالك يعني تعبي اوضه مليانه اوضه فاضيه وما فيهاش حاجه، فضايح نادي الزمالك مع التحكيم واحتواء التحكيم. طبعا احنا في غنى عن الكلام ده، كلكم عارفين وحضراتكم ادرى مني مليون مره باحتواء الحكام ومحمد عادل وغيره وغيره وغيره، ولكن توصل بيه الجراءة لقلة الأدب اللي انتوا سمعتوا بيها الفيديو، واللي ما سمعش الفيديو، الفيديو موجود عندنا وهحطه لكم في آخر الفيديو في الشاشات اللي هي بتبقى الصغيرة دي اللي ممكن حضرتك تدوس عليها بتدخل على الفيديو، هحط لك الفيديو عشان تشوفوا أحمد جمالات قال إيه على النادي الأهلي وعلى سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب والأستاذ عمرو فاروق وشوبير وغيره. هو جاب منين الباور ده؟ ما هو جابه من مرتضى منصور. اطلع اشتم زي ما انت عايز، مالكش دعوه ورا ظهرك الا حبيب، اطلع بالسكريبت اياه اللي انا هديهولك، قول واحد اتنين تلاته. فهو خلاص بقى متعود، حتى لما الواحد بيجي مثلا لو انت مع واحد رئيسك في الشغل مش هينفع تطلع الالفاظ دي قدامك حتى لشخص هو بيكرهه. ما ينفعش انا اتكلم واقول ابن كذا وابن كذا وابن كذا وابن كذا وهو اصلا الابن كذا وكذا وكذا. احمد جمالات المكفي ده هو يا عالم اساسه ايه واصله وفصله ايه؟ محدش عارف. بيقولوا ان هو من طنطا، ناس طنطا ناس شرفاء وناس على راسنا من فوق، بس في ناس ربع ربع ونص نص ممكن يكون منهم هذا الشخص، لان مفيش واحد كائن محترم يطلع الالفاظ القذره دي من بقه. فاكرين يا جماعة لما كان مرتضى منصور بيطلع ويقل أدبه على كابتن الخطيب ويقول الساعات ومش الساعات وبتاع، كانوا هما بيسقفوا له وبيطبلوا له. فهو دلوقتي دول أبنائه اللي رباهم على قلة الأدب ورباهم على الإسفاف وعلى الانحطاط. ولكن إلى متى الدولة هتظل في هذا الانحطاط؟ هل الخبير هيقول لك ده مش صوت أحمد جمالات؟ هل الخبير هيقول لك ده مش صوت مرتضى منصور؟ هل وهل وهل؟ عايزين نعرف اذا كان مرتضى طلع شتم الخطيب وشتم كهربا وشتم البلد وما خدش دقيقه سجن في دوله المفروض ان احنا نحبها وننتمي لها ونحترمها، طب ازاي يا دوله وانتي انا الرئيس نادي الاهلي بيتشتم وانتي ما بتجيبيش حقنا؟ ازاي انا احب البلد؟ ازاي احب القائمين على البلد؟ ازاي احب المنظومة اللي بتحمي البلد؟ فهمونا. اذا كان البلد بتيجي عليا لصالح شخص يبقى انا هحب البلد ازاي؟ انتوا بتنزعوا مننا الوطنية ومننا حب البلد وحب الوطن. ده حتى في المباراة الاخيرة للمنتخب محدش عبر المنتخب، والله العظيم ولا حد تابع ولا شاف ولا هيتابع ولا هيشوف، لان انتوا الفساد مالكم من ساسكم من راسكم، من اول رئيس الوزراء اللي بيحمي مرتضى ووزير الشباب اللي بيحمي مرتضى واتحاد الكره اللي بيخدم مرتضى وهنا بريده اللي منبطح لمرتضى. انا لسه قاري خبر دلوقتي ان مرتضى منصور ونزلته لكم على المنتدى ونزلته كمان في قناه الاهلاويه في بيج الاهلاويه 1907 ان مرتضى منصور بيشكر هنا بريده علشان بيخلص له الموضوع بتاع ان هو ممكن ما يشاركش في بطوله افريقيا عشان عليه وعليه وعليه وعليه، هيظبط له الدنيا، حبايبه هناك كتير.
هاني ابو ريده اللي بيجي على النادي الاهلي اللي بيقول لعلام اخفي الجواب ما تطلعش ما تقولش، هو ده اتحاد الكوره وهو ده هاني ابو ريده وهو ده نادي الزمالك وهي دي الدوله اللي حاميه الفساد كله. انا خلاص انا قرفت، انا قرفت من كتر الكلام. انا عملت فيديو امبارح ونشدت سياده الريس، انا عارف ان هو مش هيشوفني، انا قناتي قد كده قد كده 18000 محدش هيعبرها ولا يشوفها، بس انتوا قادرين تخلوا قناتنا دي احسن قناه في الدنيا، الشيرات بتاعكم والاشتراكات بتاعكم هتعلوا القناه وهتخلوها تعدي ال 100000 ان شاء الله، لان جماهير النادي الاهلي في مصر يعني ما حدث ولا حرج، 85 مليون 87 مليون والباقي انديه اخرى وشويه عيال من الزمالك بس، لكن الناس اللي شغاله على السوشيال ميديا في مثلا 20 او 25 مليون بيشتغلوا على السوشيال ميديا و30 مليون، فبنتمنى ان احنا نعدي مثلا 20000 30000 40000 شيرات ولايكات وكومنتات علشان الفيديو بتاعنا ده يتشاف. انا طلبت من الرئيس امبارح مين بيحمي مرتضى؟ انت مش شايف الفساد اللي بيعمله مرتضى؟ مش شايف قله الادب ويعلق يافطه ويشيل اليافطه ويحط اليافطه ويطلب يتطول على ده ويتطول على ده وبعدين والنهايه؟ ما احنا هنولد جيل بقى كله قله ادب ووساخه، وزي ما مرتضى بيوسخ هيطلع اللي يرد عليه بنفس الوساخه بتاعته. وقابل بقى، خلي بقى مستنقع الرذيله يملى بقى البلد، وخليه والنهارده كلام بكره بعد كده يبقى فيه ردود اخرى. للصبر حدود، للصبر حدود. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي اول مره تشوف اي فيديو من فيديوهاتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل في القناه اتاكد ان انت مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.